عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم على فرج العوضي. طبعا بعتذر ان انا لو ما بنزلش فيديوهات كتير شكل الاول، بس عشان عندي شوية ظروف فما بعرفش اصور كل شوية. تمام، النهاردة ان شاء الله جايب لكم نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي. النتيجة نزلت والحمد لله. تمام، وهسيب لكم رابط موقع في الوصف تحت، تدخلوا عليه هتجيبوا النتيجة. انا كنت داخل على النتيجة الساعة 1 لـ5، فكانوا كاتبين ظهور النتيجة هتبقى الساعة بعد الظهر، الساعة 1 بعد الظهر. تمام، فالساعة دلوقتي 1:30 اهي، وهندخل كده على الموقع نشوف. لو الموقع تقيل يبقى كل الناس بيدخلوا عليه، فمحدش شيء يعني. تمام، لو الموقع ما اشتغلش معاه محدش يكتب لي في تعليقات الموقع مش شغال. يعني بقول لكم على الموقع لو ما اشتغلش يبقى الضغط عليه كبير، فمحدش شيء. لا ما جبتش النتيجة النهاردة، ايه يعني، هاتها بكرة ما فيهاش مشاكل يعني. المهم انا سيب لكم رابط الموقع في الوصف، ودلوقتي انا هدخل عليه قدامكم. لو نفع هدخل عليه تمام، لو ما نفعش خلاص يبقى زي ما انا قلت لكم هتوه بالليل بقى، هتوه بكره. المهم لحد ما الموقع يهدى شويه وبعدين ادخلوا هاتوه. انما دلوقتي الموقع تقيل، فمحدش لو ما افتحش مع حد محدش يقلق ويجي يقول لي ده الموقع مش شغال وانت بتكذب عنه والكلام ده كله. تمام، انا كنت داخل عليه الساعه 1 لـ5 كان شغال عدل، بس كان جايب لي ظهور النتيجه بعد الساعه 1 بعد الظهر. تمام، فدلوقتي بقت 9:30 اهوت، فانا هدخل عليه معاكم. اشتغل خلاص اشتغل وهجيب النتيجه، ما اشتغلش يبقى الموقع تقيل وهتستنوا بقى لحد ما يخف شويه وبعدين تدخلوا عليه. تمام، يلا بينا على التابلت. اهلا بكم مره تانية على التابلت. طبعا يا جماعه انا دلوقتي فتحت الموقع برضو يعني بصعوبه شويه، بس النتيجه لحد الان لسه ما نزلتش. هسيب لكم رابط الموقع ده في الوصف تحت هتدخلوا عليه. طبعا الموقع ده لسه داخل عليه حالا اهو. بصوا كده فوق في الشمال هتلاقوا الساعة 1:30 و5. تمام، الساعة هتلاقي 1:30 و5 اهو فوق كده في الشمال، 1:30 و5، 1:36 دقيقة اهي. تمام، يعني كان الموقع لسه مفتحش. وانا بقول لك انتظروا اعلان نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي بعد 1 ظهرا، الساعة دلوقتي 1:30. تمام، فإن شاء الله يعني هي المتوقع انها تظهر النهارده، يعني طالما قال لك بعد الواحده وسبت 1:30 يبقى هتظهر النهارده ان شاء الله. وإن شاء الله هتظهر يعني، فما تقلقوش. وكده يكون احنا كده يكون وصلنا لنهايه الفيديو، وهسيب لكم الرابط ده في الوصف تحت هتدخلوا عليه تحفظوه عندكم، علشان اول لما النتيجه تطلع انتوا جايين داخلين على الرابط ده على طول. تمام، مش عايز اطول عليكم، بس ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه، احنا قربنا نوصل على 10,000 مشترك، افضل لنا بس حاجه بسيطه. يلا انتوا ان شاء الله قدها هتقدروا ترجعونا تاني 10,000 مشترك وتوصلنا 10,000 مشترك. يلا مع السلامة.